السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم حلو ان شاء الله. النهارده كمان وصفاتنا حلوة جدا هتعجب الولاد جدا جدا، من الحاجات اللي بجد بيعشقوها. ومين فينا كبار ولا صغيرين ما بيحبش البيتزا؟ بس النهارده هنعملها لهم بطريقة مميزة جدا، ينفع نديها لهم في اللانش بوكس او احنا نتعشى بيها ناخدها معانا الشغل. بصراحة وصفة النهاردة مميزة جدا وهي كرات البيتزا. كمان النهاردة هنعمل معاكم سلطة لذيذة جدا بتقدم في مطاعم البيتزا، وهي سلطة البطاطس بالمايونيز. أكلة لذيذة بسلطتها تحفة جدا. كمان هنعمل بقى مشروب مميز قوي، مشروب الكركديه بالرمان، والاتنين بقى يا سلام بيحتوي على العديد والكثير من الفيتامينات والمعادن، فبصراحة مشروب مميز جدا هيعجبكم جدا جدا. دي كده محتوى حلقتنا النهاردة والمنيو بتاعنا النهاردة، أتمنى ينال إعجابكم. هستنى تعليقاتكم، هستنى اتصالاتكم على الرقم اللي بيظهر معانا على الشاشة، ورقمنا هو 02 38 35 22 7، وفي انتظار مكالماتكم. وتعالوا نبدأ يلا حلقتنا ونشوف أول وصفاتنا وهي كرات البيتزا، نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا إيه بقى؟ عندي نص كيلو من الدقيق المنخول، يفضل يكون دقيق مخبوزات. هنحتاج بضايه، معلقه كبيره من السمنه، ربع كوبايه زيت، نص كوبايه حليب دافي، هنحتاج كمان كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من السكر. هنحتاج كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الملح، وزيت علشان نقلي فيه كرات البيتزا بتاعتنا. اما الحشوه النهارده معانا فهتبقى عباره عن لانشون حلواني متقطع مكعبات صغيره، فلفل رومي متقطع مكعبات صغيره، زيتون شرايح، كمان عندنا زعتر، ميكس جبن المتاح عندنا، عندنا كمان معلقتين كبار من الكاتشب، وعلشان ندهن الوش هنحتاج معلقتين نص كوبايه من الحليب، وهنحتاج كمان بقسماط مطحون. دي كده مكونات العجينه والحشوه والتغليف بتاعها، فان شاء الله كده كلها تكون مكونات يعني نقدر ان احنا ننفذها بكل سهوله. وتعالوا بينا يلا نبدا ونحط في العجان بتاعنا الدقيق. بسم الله، نص كيلو من دقيق المخبوزات هفضيه في العجان. بسم الله، هبتدي احط الحاجات اللي هي الجافه. عندي الخميره الفوريه معلقه، عندي كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حط كمان معلقة كبيرة من السكر، حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، ويلا بينا نقلب المكونات الجافة دي مع بعض. قلبنا المكونات الجافة مع بعض، الدقيق، الخميرة، الملح، السكر، والبيكنج باودر عفوا. وتعالوا بينا بقى نحط، عندنا بيضاية، عندي كمان معلقتين من الزيت، معلقة من السمنة، نبتدي نعجن الكلام ده كله، ومعاهم اللبن الدافي، ومعانا ميه دافيه. هعجن لغايه ما اشوف العجينه بتاعتي هل محتاجه ميه دافيه قد ايه، وانزل لها حبه بحبه، ما احطش الكميه كلها. يلا بينا.
زي ما انتم شايفين كده العجينه بتاعتنا خلاص اخدت كفايتها من السوائل، بس محتاجه تتعجن شويه اكتر. بصوا تحفه، والعجينه خلاص بدات كده تتعجن كويس. حطينا كوبايه الدقيق، فاضل منها حوالي معلقتين، كوبايه الميه الدافيه فاضل منها حوالي معلقتين بس. ده بيرجع زي ما قلنا لنوع الدقيق، المقدار مظبوط جدا. هنعجن حوالي 10 دقائق لغايه ما العجينه تبقى معانا ملسه وناعمه تماما ومططيه وطريه في ايدينا وما بتلزقش. خلاص كده عجننا العجينه بتاعتنا والدنيا زي الفل. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما نعجن العجينة بتاعتنا ونشيل العجينة، نبتدي ان احنا نحطها في طبق التخمير. الطبق ده يكون مدهون دهنة خفيفة بالزيت علشان ما تلزقش العجينة فيه، ونغطيها ونسيبها في مكان دافي تخمر ويتضاعف حجمها بالشكل ده. بصوا العجينة الخمرانة اهي عليت وملت الطبق بتاعها كويس جدا. تعالوا بينا بقى نحضر الحشوة. عجينة سهلة وبسيطة جدا زي ما شفتوا كده، والمقادير بتاعت العجينه كلها ان شاء الله موجوده ومتوفره في البيت. تعالوا بينا ناخد بقى جزء من لانشون حلواني الساده علشان نبتدي نحطه في الحشوه. وطبعا حلواني ومنتجات حلواني غنيه عن التعريف، كلها جوده وكواليتي عاليه جدا وطعم خطير. فتعالوا بينا ناخد منها كده شرايح. عايزه اوريكم كده شكل اللانشون عامل ازاي، ريحته هايله واهي دي تحفه. تعالوا بينا بقى نقطع كده قطع صغيره علشان ندخلها جوه الحشوه بتاعه البيتزا. الدنيا باينه معانا يا استاذ حمدي؟ عيوني كده كويس، احنا اهم حاجه الدنيا تكون واضحه. هنقطع بقى صوابع كده صغننه. والصوابع اللي قطعناها دي بالطول بالشكل ده هناخدها بقى بالعرض عشان في النهاية تبقى معايا قطع صغيرة مكعبات كده صغننه. اتفضل. دول مستقصديني. تمام. بعد ما قطعنا كميه اللانشون بتاعتنا اللي احنا محتاجينها للحشوه، هنجيب بقى طبق كبير. ادي اللانشون اهو متقطع صغنن وده المطلوب. تعالوا بينا بقى نجيب ايه طبق كبير شويه اخلط فيه مكونات الحشوه بتاعتي. وزي ما قلنا مكونات الحشوه عباره عن ميكس جبن عليه شرايح زيتون، واهم حاجه بقى في الموضوع واحنا بنعمل اي معجنات نراعي كويس جدا الحاجات اللي بنضيفها تكون خاليه من الميه تماما. ليه بقى؟ علشان ما تبوظش معايا العجينه وتبوظها. فالزيتون لازم يكون متصفي كويس قوي، ما يكونش فيه ميه خالص عشان ما يبوظش معايا العجينه. حط كمان فلفل رومي متقطع صغير، الكاتشب، احط زعتر. وتعالوا بينا ناخد بقى لانشون حلواني البقري الساده ونحطه على الخلطه بتاعتنا. نقلب بقى الميكس ده كويس مع بعضه، ودي هتكون حشوتنا لكرات البيتزا. حشوه خطيره هتعجب كل اللي هيدوقها، طعمها لذيذ. تقديم كرات البيتزا كمان حلو قوي زي ما قلت لك، ينفع قوي في اللانش بوكس. كده خلاص خلطتنا جاهزه، حشوتنا بقت زي الفل، ريحتها هايله جدا اهو بالشكل ده، حلو قوي. بينا بقى نجيب العجينه بتاعتنا الخمرانه علشان نبدا ان احنا نفرد ونشكل. لازم الرخامه تكون ناشفه تماما علشان العجينه ما تلزقش. عندنا كمان دقيق، حاسه ان ده هنا هيضايقكم، قولوا لي كده كويس. رشه دقيق
هنزل عليها العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت. ممكن تخمريه قطعه. يلا بسم الله، ادي العجينة بتاعتنا الخمرانة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده بقول لكم بقى ايه، لما تيجوا تحطوا العجينه معلقه زيت كده تدهنوا بيها علشان تنزل معاكم من الطبق على طول وما تلزقش كمان وتهدر معانا في العجين. تمام، كل العجين اللي معانا ده هناخده. ابتدي افردها بسمك حوالي نص سنتي. العجينه تحفه ما شاء الله، خمرانة طبعا. العجين طالما مخدوم كويس وخمران كويس فبيديكي نتيجة كويسة وبقى سهل كمان معاكي في الشغل. عيوني الاتنين. يلا بينا. تأكد بس ان في دقيق كده تحت العجينة بتاعتي علشان لما اجي افردها ما تلزقش بزيادة، وكل شوية اطمن كده ايه الاخبار، العجينة لازقة ولا الدنيا تمام. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا دي زي ما قلنا كده بسمك حوالي ايه نص سنتي، ومن وقت للتاني نلفها شمال ونلفها يمين ونتاكد ان هي مش لازقه معانا في الارضيه. كده حلو قوي. خلاص فردنا العجينه بتاعتنا بسمك حوالي نص سنتي اللي هو ولا رؤية قوي ولا تخين قوي، وبقت جاهزه العجينه معانا بالشكل ده. نجيب بقى القطعه ونقطع. بواقي العجينه طبعا بنرجع تاني نفردها ونحشيها بس كده علشان يطلع معانا كل الوحدات قد بعض بالظبط. ممكن بكوباية على حسب بقى المتاح عندنا، عايزاها اكبر من كده خليه التقطيع اكبر من كده. تمام خلصنا خلاص العجينة بتاعتنا. خلصنا خلاص قطعنا العجينه بتاعتنا، وتعالوا بينا بقى ايه احنا محتاجين. ممكن بلانشا نحط عليها اللي احنا هنعمله. ادي الحشوه بتاعتنا. هبتدي اخد كل جزء كده، اجيب معلقه اصغر شويه عشان اعرف اتحكم كده في الحشوه بتاعتي. يلا بينا. جزء من الحشوة هحطه كده باينة معايا الدنيا، وادي التقفيلة اللي هنقفلها اهو. بصوا ونقفل بقى كويس قوي قوي قوي. كورة اهي من البيتزا. طبعا هي هتنفش اكتر، هتكبر هتخمر وهتضاعف حجمها، فحجمها يبقى حلو قوي قوي. شايفين بالشكل ده. يلا كمان يبقى جزء من اللي احنا قطعناه عجينة، احط فيها كمية حشوة مناسبة وابتدي اقفلها اهو بالشكل ده كده كده. نراعي ان احنا نقفلها كويس قوي. ايدي اعتقد بقى ولا اسهل من كده. وهكذا بقى لغاية ما نخلص المقدار كله. عجينة مميزة ولذيذة، والحشوة حلوة قوي قوي، ولسه كمان ده احنا نعمل فيها حاجة كمان هتخليها احلى واحلى. تمام، في حاجة مهمة جدا ان احنا بعد ما نستناش بقى لما تخمر تمام عشان اتعامل معاها تاني، لا لازم نتعامل معاها على طول دلوقتي. بمعنى ايه؟ ان انا بعد ما اشكلها كور كده كل 4-5 كور
هبتدي بقى ايه اخدهم انزل في اللبن ومن اللبن للبقسماط، وبعد كده تيجي مرحلة التخمير التانية. تمام؟ يبقى أول ما أعمل 4 5. حاضر، عينيا الاتنين. أنا بس محتاجة إيه؟ محتاجة شوكة. بصوا بقى معايا كده، عملت 4 5 وحدات بالشكل ده، مش هستنى يخمروا وارجع أشيلهم في التخمير بتاعهم يروح. بنزل في اللبن كده ومن اللبن على البقسماط بالشكل ده، بقسماط مطحون عادي جدا. خلاص تمام. ورص بقى علشان اسيبهم يخمروا تاني. يبقى في اللبن، في البقسماط، ورص واسيبهم يخمروا عشان بعد ما يخمروا مرة تانية نبدأ ان احنا بقى ايه نحمرهم. تمام؟ اعتقد كده التشكيل سهل جدا والخطوات كلها واضحة والدنيا تمام. دلوقتي بقى اقدر اطلع فاصل صغير خالص على بال ما الفطاير بتاعتي او كرات البيتزا تخمر ونرجع نحمر. اوعى تروح في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وخلصت خلاص كل العجينه بتاعتي، حشيناها بالحشوه اللي انتوا شفتوها اللي كانت عباره عن لانشون حلواني متقطع مكعبات صغيره، ميكس جبن، زعتر، زيتون، فلفل رومي، معلقتين كاتشب، وقلبناهم كلهم مع بعض كويس قوي، وحشينا بيهم العجينه بتاعتنا وقفلناها كوره بالشكل ده، وبعد كده نزلناها في اللبن، الكوره نزلت في اللبن ومنها للبقسماط الناعم، ودحرجناها بالشكل ده. تمام؟ وغطيناها علشان تخمر ويتضاعف حجمها علشان نبدأ ان احنا يلا نقليها على طول. ينفع تدخل فرن؟ ينفع تدخل الفرن طبعا، بس احنا النهاردة هنقليها مع بعض. نشيل بقى دول وتعالوا بينا يلا كده نشوف زيتنا سخن ولا لأ. بصوا معايا على الزيت كده، هبتدي احط رشة من الدقيق واشوف الدنيا كده، الزيت سخن والدنيا تمام. تعالوا بينا بقى ايه ننزل الكرات بتاعتنا بعد ما ارتاح التاني او خمر التاني حوالي ايه حوالي ربع ساعة. خلاص التخمير الاولاني هسيب العجينة تخمر ويتضاعف حجمها وتعلى خالص، تاني تخمير ده بنسيبها بس ربع ساعة متغطية ونبدأ يلا ان احنا نحمر مع بعض. الزيت ما يكونش سخن جدا جدا، ليه؟ علشان ما تنزلش تلون على الفاضي وهي لسه ما استوتش من جوه. يبقى الزيت كده متوسط الحرارة والنار متوسطة. عايزة اقول لكم كمان ان هي ما بتشربش زيت خالص، بتطلع بقى مقرمشة وذهبية من بره، والجبنة طبعا سايحة والمكونات جوه لذيذة واختلطت بقى مع بعض بالشكل ده. بصوا كده تحفة، درجة الحرارة مظبوطة زي ما قلنا، نار متوسطة، الزيت ما كانش مقدوح قوي او سخن قوي، متوسط كده بحيث ان الكرات بتاعتنا تنزل تبتدي تستوي وتنفخ وتعلى. وزي ما انتم شايفين بصوا كانت نازلة في الأرضية بدأت اهي تطلع وتقب كده على وش الزيت. تمام؟ ونجهز بقى مع بعض الشبكة والصينية بتاعتنا علشان نطلع عليها. خلي دول هنا، نشيل بقى البلانشة دي ونحط دي. اهم حاجة بقى واحنا بنحشي كرات البيتزا نركز قوي على القفلة اللي تحت دي، نقفلها كويس جدا علشان الحشوة ما تطلعش معانا منها خالص. حاضر، طيب. عايزه اقول لكم بقى علشان الموضوع نحاول نقتصد ونوفر كده
في مشترياتنا. لو كل مثلا أسرة أو عيلة أو أم وبناتها مثلا أو أخت وإخواتها أيا كان، نقدر إن احنا نجيب مثلا الطماطم مثلا بالقفص ونبتدي نوزعها علينا. طبعا ان احنا نشتري جمله بيبقى ارخص لنا كتير ما نشتري قطاعي، دي نصيحه حلوه جدا. مش بس الطماطم، في حاجات كتيره جدا، بس الاهم من كده بقى ان احنا لما نقسم الخضار او الفاكهه علينا ازاي نحفظه علشان يفضل معانا لغايه اخر واحده فيه سليمه ونظيفه علشان نستخدمها، ما نرميش حاجه، ان احنا نرمي من الحاجه اللي احنا شارينا، فده هدر للموارد الماليه بتاعتنا. اي حاجه بتترمي فهي هدر عندنا، علشان نقلل الهدر ده على قد ما نقدر دايما نشتري الحاجة تكون كويسة، ما تكونش الحاجة نفسها يعني خسرانة، فيها حتة بايظة، فيها معرفش، لأن دي عمرها قصير جدا جدا. فننتقي الحاجة اللي احنا بنشتريها تكون حاجة كويسة، ولما نجيبها تمام بنبتدي ان احنا بقى نغسل الخضار والفاكهة غسلة كويسة قوي، ونشيل كل التربة العالقة فيها وننظفها تمام التمام، نصفيها وبعد كده ننشفها ونجيب علبة بتاعت التلاجة وابتدي ارص الخضار وارص الفاكهة، وما بين كل طبقة والتانية بحط مناديل من بتاعت المطبخ تمتص اي رطوبة واي ندى الخضار او الفاكهة يعملوه، بحيث ان الخضار والفاكهة يفضلوا عندنا لغاية ما يخلصوا خالص، وهم لغاية اخر واحدة نضاف وزي الفل. نقلب كده كرات البيتزا بتاعتنا، النار زي ما انتم شايفين نار هادية، مش هاديه قوي، هي نص، زي الفل. لا الدنيا تمام، لا ما فتحتش خالص، هي كده مش مفتوحه يا استاذ حمدي، ده هي مكان القفله بس بتاعتها من تحت. بص كده يا استاذ حمدي بيسالني هي ايه دي، فبقول له بص يعني الدنيا تمام، هي مقفوله وكل حاجه، بس مكان القفله كده عامله زي الورده. تمام، عليكم شويه ورد. ما شاء الله، تسلم ايديكم والله. انا عايزه اقول لكم في الفاصل طبعا ما عملتش كل ده لوحدي، البنات واقفين بقى وبيساعدوني، فتسلم ايديهم والله. اللون بقى حلو قوي، طبعا العجينه استوت 100%، الحشوه جوه اصلا مستويه والدنيا تمام، فما فيش بصراحه احلى من كده ولا اسهل من كده. مقرمشه بقى من بره وطريه، والجبنه بتمط من جوه، والطعم بجد لذيذ جدا ما شاء الله. كمان عايزه اقول لكم ان هي تنفع جدا لو انا مثلا ايه عيد ميلاد حد من الولاد، ولاد زمايل ولادي جايين معاهم عايزين يتغدوا معاهم، من المقترحات اللذيذه جدا. وتنفع كمان تغيري وتبدلي في الحشوات زي ما انت عايزه، وتنفع كنوع من المقبلات لو انت مثلا عامله عزومه ولا حاجه، لو تنفع من المقبلات كده بتبقى ظريفه جدا جدا. اللون بقى حلو قوي، تحفه. هشوف حاضر. بصوا حجمها كبر ازاي يا جماعه، شايفين الحجم كبر ازاي ما شاء الله. للاسف تمام. يلا حلو قوي اللون ده كده، اللون ده خطير. هبتدي بقى ارفع، خفت بقت عامله زي الهواء، ما بقالهاش وزن. طبعا كل ما بتنفش وكل ما العجينه بتكبر، بتكبر ازاي؟ بيدخل لها هواء، فكل ما دخل لها الهواء بقى وزنها اخف اكتر، حجمها بيكبر وزنها بيخف. نشيل بقى كده، عندنا شبكه زي ما انتم شايفين كده بحيث ان احنا نصفي عليها براحتنا. فين يا شباب؟ كده اسهل لنا.
خلاص كده اللون حلو جدا جدا. زي ما انتم شايفين بقى لا جبنه طلعت ولا حشوه طلعت، الدنيا تمام وزي الفل خطيره. يلا نحط تاني. بسم الله. والزيت زي ما انتم شايفين برضو الزيت زي الفل نضيف والدنيا تمام جدا. نحط كميه كمان. لاحظوا معايا كده ان احنا اول ما بننزل كرات البيتزا بتنزل تقعد تحت في الارضيه شويه كده تلاقيها قبت على وش الزيت. ليه بقى؟ بتبتدي زي ما قلنا بيدخل لها هواء فبتخف وزنها بيخف فبتبتدي ترفع على وش الزيت. زي ما قلنا بقى النار تكون متوسطة علشان تستوي معانا وتطلع العجينة مظبوطة وعشرة على عشرة. عايزة بقى اوريكم هنا، بتيجوا نفتح واحدة كده يا جماعة. بصوا معايا كده، اولا نسمع بقى صوت القرمشة يا استاذ حمدي. بصوا سامعين باين معانا الصوت استاذ حمدي معايا؟ طيب انا مش سامعاكم بقى. نفتح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جمال، بصوا شايفين، بصوا تحفه ما شاء الله، وعجينه مستويه وخطيره مقرمشه من بره والحشوه ريحتها تجنن من جوه ما شاء الله بجد تحفه. واحلى كرات بيتزا بطريقه سهله وبسيطه زي ما شفتوا كده، والنتيجه بجد بجد مميزه. نقلب كده اللي على النار. يا صح يا ريهام، فعلا مشروع تحفه في نادي بقى في مدرسه هيبقى خطير. تعالوا بينا ناخد الكرات بتاعتنا دي نحطها على طبق التقديم بتاعنا عشان نعرف نفضي الشبكه ونيجي نحط مكانها. صح يلا بينا. تحفه ما شاء الله بجد، يعني ولا احلى ولا اسهل من كده. عايزه اقول لك كل اللي في البيت هيشكروكي عليه جدا جدا، ونص كيلو من الدقيق هيعمل معاكي كميه يعني رهيبه ما شاء الله. دي كرات البيتزا بتاعتنا النهارده، طريقه سهله وعجينه 10 على 10. تعالوا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص نكمل تحمير، ونطلع فاصل صغير خالص نرجع من بعدي نعمل بقى جنبيها شوية سلطة بطاطس، إنما إيه حكاية. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع على طول. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا احلى كرات بيتزا سهله وسريعه، والاهم من كده ان هي لذيذه جدا. هنعمل بقى جنبها شويه سلطه حلوين جدا بناكلهم برده في مطاعم البيتزا. فتعالوا نشوف سلطه البطاطس بالمايونيز اخبارها ايه، مقاديرها وطريقه تحضيرها. هنحتاج بقى ايه؟ هنحتاج حوالي نص كيلو من البطاطس المتقطعه مكعبات متوسطه الحجم وتكون مسلوقه سلقه خفيفه، يعني تكون لسه فيها عضه كده ما تكونش مستويه تمام السوى. هنحتاج كمان نص كوبايه من الخيار المخلل اللي هو الخيار الصغير المخلل، كوبايه من المايونيز، ومعلقه صغيره من العسل، ومعلقه صغيره من المستردة، رشه ملح ورشه فلفل اسود. ممكن كمان بدل ما نحط الكميه كلها مايونيز يبقى خليط ما بين المايونيز والزبادي، وده هيخليها اخف في السعرات بتاعتها. تمام. تعالوا بينا بقى هنجيب طبق غويط. الطبق ده هحط فيه بقى مكونات السلطه فيما عدا البطاطس. فتعالوا بينا بقى نحط المايونيز الاول. بسم الله.
هضيف عليه الخيار المخلل، عندي العسل، معلقة صغيرة من العسل، معلقة المستردة، فلفل اسود رشة بسيطة، والملح يا دوبك كده على طرف المعلقة، مش عايزة كمية ملح، انا عندي كمية خيار مخلل هتغنيني خالص عن الملح. هقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي، لغاية ما الخليط يبقى متجانس تماما وكل المكونات دخلت في بعض. نيجي بقى للبطاطس، والبطاطس علشان اسلقها وتفضل معايا محتفظة بشكلها، هنجيب البطاطس نقشرها وبعد كده نغسلها، هقطعها مكعبات وكون بغلي مية على النار، المية بتغلي هسقط فيها البطاطس حوالي 5-6 دقايق بالكتير، واروح مصفية البطاطس حطها في مية ساقعة او مية بتلج، اوقف عملية التسوية. انا لو صفيتها وسبتها مكان المية المغلية اللي كانت فيها تفضل تكمل تسويتها وبرضو تتهري، علشان توقفي عملية التسوية بعد ما تاخد سلقتها اللي هي نص سلقة دي، هبتدي انزلها اصفيها، انزلها في مية ساقعة بتلج، اوقف عملية التسوية، وبعد ما تبرد تماما بصفيها خالص بقى من المية واسيبها تنشف تماما من ميتها، علشان ابتدي احطها في الصوص اللي احنا عاملينه المكون من الزبادي مع المايونيز، ده لو عايزين نعمل ميكس او مايونيز بس، خيار مخلل، مستردة، وعسل، فلفل اسود، ورشة ملح بسيطة جدا، وابتدي انزل بقى البطاطس ونقلبها، وقلب بقى بحاجة فلات كده تمام علشان ما تكسرش معايا البطاطس. افضل حاجة وافضل وقت اعمل فيه السلطة دي اول ما اقوم من النوم الصبح، اعملها واحطها في التلاجة عشان على الغدا تكون خلاص اتشربت والبطاطس بقى طعمها حلو، او ان انا اعملها قبلها بيوم قبل ما احتاجها بيوم. يفضل لازم تقعد في التلاجة مش اقل من ساعتين بعد ما نعمل السلطة، علشان السلطة والبطاطس يبقى لها طعم، ما تبقاش مجرد بطاطس محطوط عليها الخلطة دي وبس، لا، البطاطس نفسها تشرب من طعم الخلطة اللي محطوطة فيها، فبالتالي يطلع طعمها لذيذ جدا. كده خلاص السلطة اتعملت بسيطة وسهلة جدا، يلا ننزلها في طبق التقديم. زي ما قلنا الافضل ان احنا نخليها في التلاجة بقى مش اقل من ساعتين، وقلنا ازاي نحافظ على البطاطس تفضل معانا كده، بصوا ولا مفرفته ولا منشيه ولا الكلام ده كله، زي الفل. السلطه طيب ماشي خلاص. وايه دي السلطه بتاعتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده، خطيره برضو. من باب التوفير يا جماعه، وده انا بشوفه مهم جدا، ان احنا نعمل الوصفات اللي كتير بناكلها في المطاعم وللولاد بيعشقوها وبيحبوا يطلبوها من بره، فكل ما عملناها في البيت فاحنا وفرنا اكتر، خاصه لو المقادير مظبوطه والطريقه مظبوطه، فانا كده عملت وفر كبير جدا. تمام، تعالوا بينا بقى ناخد السلطه بتاعتنا الحلوه دي. ايه بقى؟ بصوا كده تحفة. تعالوا نقول كمان نصيحة، احيانا مثلا انا عملت فراخ او لحمة فايض مني حتة فرخة، حتة فرخة مش هتكفي العدد بتاعنا، فممكن اعمل ايه واستفيد بصدر الفرخه اللي فاض مني ده واعمل بيه وجبه. شايفين كرات البيتزا اللي احنا عملناها دي؟ لو احنا فايض عندنا صدر فرخه، فممكن اجيبه اروح فرماه في الكبه، اشيل طبعا العظم واشيل الجلد، وابتدي افرم اللحمه في الكبه، اللحم بتاع الصدر يعني في الكبه، وابتدي اضيف عليه شويه الجبن، الزيتون، الفلفل، الكاتشب، رشه فلفل اسود، رشه ملح بسيطه، واقلب كله مع بعضه كويس قوي، والزعتر، وابتدي احشي بيه كرات البيتزا. يبقى انا حولت صدر الفرخه اللي نشف
وبايت عندي اللي محدش هيرضى ياكله، وكمان مش هيكفي حد هياكله وحد تاني لا هناكله كلنا بس بطريقه مختلفه. عملنا بيه وجبه جديده وصحصحناه وغيرناه وبقى معانا بالشكل ده. فدي كده من النصايح اللي بنصحها ليكم. اي صدر فرخه فايض، ولو مش عايزه اعمل فطاير فانا اقدر ان انا ادخله مع فلفل وطماطم شرايح والكلام ده كله، ونحشي بيه مثلا طاجن مكرونه او فطيره او جلاش يعني، او نقطع الفراخ ونعملها مثلا نعمل طبق شوربه ونحط فيها، وبالتالي الناس كلها تاكل منه. فممكن حاجه صغيره فايضه احنا شايفين ان هي ملهاش لازمه او مش عارفين نستخدمها ازاي، اعاده تدويرها ممكن توديها في حته تانية خالص وتعجب كل اللي هيدوها وتكفي عدد اكبر من الافراد. يلا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول، وهتروح في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا كرات البيتزا وعملنا كمان سلطة البطاطس بالمايونيز. تعالوا نعمل بقى مشروب لذيذ جدا، بما ان الرمان نزل السوق واحيانا بنجيبه كده لونه فاتح شوية، فقلنا نقدمه بشكل مختلف ونزود كمان من قيمته الغذائية. فتعالوا نعمل يلا رمان بالكركديه ونشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا كوباية عصير رمان متصفي، يعني اخدت فرط الرمان حطيته في الخلاط وبعد كده صفيته بمصفى ضيقة، رميت البذر وعندي العصير. هحتاج كمان كوبايتين من حبوب الرمان، كوباية كركديه ونص كوباية عسل أبيض. تمام، دي كده المقادير بتاعتنا وشوية تلج وبس كده. بداية كده تعالوا نشتغل في الكركديه. ادي الكركديه بتاعنا، هو ورق الكركديه اللي بنشتريه كده من عند العطار. طبعا لما بنجيبه لازم نغسله. نغسله ازاي؟ بحطه كده في الطبق، طبق غويط، وانزل عليه شويه ميه من الحنفيه. وليه بنغسله؟ لانكم لما تروحوا تشتروه من عند العطار تمام بتلاقوه حطوه في السله بتاعته مكشوف، فبيجي عليه تراب بيجي عليه غبار، فعلشان نتخلص من الكلام ده لازم يتشطف. ما ينفعش تاخدي الكركديه وتشتغلي بيه على طول. خلاص احنا كده ايه بنشطفه اهو في ميه نظيفه. وبعد ما هنشطفه في الميه هبتدي بقى اجيب ايه حاجه انشله بيها يعني ارفعه بيها. خلاص ممكن نجيب بوله ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص انا غسلته على طول، ما تنقعيهوش، مجرد ما بتنزليه خلاص وتقلبيه كده في الميه بتبتدي ترفعيه بحاجه تصفي بيها كده ايه الميه اللي اتغسل فيها اهو بالشكل ده. كده الكركديه بتاعي اتغسل وبقى نضيف وجاهز ان انا اشتغل بيه. بس كده الميه دي طبعا كلها شوائب وحاجات زي كده فبنتخلص منها ونرميها. بعد كده هنعمل ايه؟ الكركديه نضيف ومغسول، هجيب ميه مغليه وابتدي انقعه في الميه المغليه دي. تمام، واحنا بننقعه يا اما نحط له سكر يا اما بعد ما نصفيه نحط له شربات، براحتك. عايزه تحطي له سكر فبيبقى ده الوقت اللي ينفع تحطي فيه السكر علشان السكر يبتدي يدوب في الميه السخنه مع نقع الكركديه. اما لو عندك الشربات اللي احنا بنعمله من السكر والميه وعندك في الثلاجه مستخدم لجميع العصاير فممكن نستخدمه بعد ما نصفي الكركديه، نبتدي نحل الكركديه بالعسل لانه هيدوب فيه بسهوله. خلاص كده الكركديه زي ما انتم شايفين بصوا هيبتدي يخرط لونه اهو. بنسيبه حوالي ساعتين متغطي بالشكل ده، هتلاقيه بقى خرط واخدنا الطعم واللون بتاع الكركديه. ونبتدي بعد كده ان احنا زي ما قلنا نصفيه. خلاص يبقى معانا الكركديه زي ما انتم شايفين كده بالعسل بتاعه، ندوب فيه العسل بتاعه او لو كنا حاطين فيه سكر يبقى السكر متدوب فيه وجاهز معانا. كده معانا الكركديه جاهز ومتصفي.
معانا حبوب الرمان ومعانا كمان عصير رمان. نبتدي بقى نخلط بقى الكلام ده كله مع بعضه علشان نصبه. ادي الكركديه، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي عصير الرمان اللي متصفي من بذر الرمان. هضيف عليهم بقى العسل. ونقلب الكلام ده كله، ده لو في حالة ان احنا نحط عسل. في حالة ان احنا هنحط سكر فالسكر بيتحط في الوقت ده علشان سخونية المية بتخليه يدوب اسرع. تمام. طبعا اللي احنا حطيناه ده مش عسل ابيض، اللي احنا حطيناه ده سيرب اللي هو بنسقي بيه الحلويات، تمام، زي الجلاش، الكنافة، القطايف، الحاجات دي. وده بيبقى حلو قوي لما بنعمله ونحطه برده في التلاجة، بينفع جدا لما اجي اعمل اي عصير ببتدي احط منه. لذيذ وبيدوب بسرعة وما بيحتاجش وقت كبير في الخلاط، خصوصا الحاجات اللي بنبقى عايزينها يبقى قطع الفاكهة باينة فيها. كده انا دوبت خلاص الشربات اللي احنا حطيناه مع الكركديه مع عصير الرمان، وتعالوا بينا بقى ايه نصب الكلام الجميل ده كله في الكاسات ونقدم. نجيب الكاسات بتاعتنا نحط بقى فيها تلج، ونحط فيها حبوب رمان. خلي بقى في الارضيه كده. حلو قوي. خلاص خدنا التلج اللي احنا عايزينه، نروح بقى للرمان. دفرت الرمان بدون اي اضافات، ابتدي احط كده في الكاس. طبعا مشروب منعش لذيذ مفيد جدا جدا، وعايزاكم تجربوه. سبحان الله، يعني كل فاكهة وكل خضار بيطلع في الموسم بتاعه ناكله في الموسم بتاعه. ليه ناكله في الموسم بتاعه؟ لأن ربنا خلقه لنا في التوقيت ده، لأن جسمنا محتاجه في التوقيت ده. فوقت الموز ناكل موز، وقت الجوافة ناكل الجوافة، البرتقال، اليوسفي، الرمان، كل حاجة في وقتها فعلا مفيدة جدا وأكثر فائدة لجسمنا، وبتبقى ملائمة كمان للجو اللي احنا فيه، تغيير فصول فمحتاجين حاجة عشان المناعة، فتلاقي سبحان الله ربنا خلق لنا كل حاجة في وقتها، هي في وقتها مفيدة. ناخد بقى من الكركديه اللي بعصير الرمان ونبتدي كده نصب في الكاسات. وبكده حتى الرمان اللي لونه فاتح هيبقى شكله لذيذ جدا وهيتاكل، وطعمه كمان هيبقى حلو قوي. تحفة. ايه رأيكم؟ مشروب بجد خطير. ياه، اخر واحدة لازم تخر كده. ومفيد جدا، مفيد جدا جدا كمان طبعا، والكمية ما شاء الله، اللهم بارك، تعمل كمية كبيرة معنا. ممكن كمان نزود فيه حاجة، بس دي بتبقى على حسب بقى ايه الرغبة. يعني المشروب ده لو حطينا فيه كده معلقة من مية الزهر هتبقى بجد هيبقى خطير جدا. فاللي حابب يقدر يضيف على العصير بتاعنا مية زهر، معلقة مية زهر، صدقوني هتنقلها في حتة تانية خالص. مشروب خطير وسهل ولذيذ ومفيد جدا جدا. وساعات احنا بنتكسف لو جبنا الرمان وبقى معانا فاتح باللون ده، كسف اقدمه لحد فاتح كده، فبالطريقة دي هتقدميه شكله شيك، طعمه حلو قوي واكثر فائدة. تعالوا بينا بقى بسم الله كده نوديهم مكانهم هنا. كويس يا جماعة كده؟ كويس يا استاذ حمدي؟
ان شاء الله تكونوا سامعيني. زي ما انتم شايفين كده دي وصفاتنا النهارده قد ايه بسيطه وقد ايه لذيذه، دي اهم حاجه، سهله وبسيطه، عملنا كل ده واحنا واقفين، وكمان النتيجه طالعه مميزه جدا. عملنا كرات البيتزا، عجينه بسيطه بمكونات سهله ومتوفره، بحشوه تقدري تبدلي وتحطي وتشيلي فيها زي ما انت عايزه على حسب المتاح عندك، وطالعه النتيجه زي ما انتم شايفين كده خطيره، طعم حلو شكل حلو تفتح النفس كمان، وبترمي معانا كمية كبيرة جدا، وينفع كمان ان احنا نفرزها مستوية بالشكل ده ونطلعها على الاكل، يا اما نسيبها في درجة الحرارة العادية لغاية ما تهدى وتفك، او ان احنا ندخلها ميكرويف نسخنها زي ما انتوا عايزين. كمان قدمنا معاها السلطة الشهيرة اللي بتقدم في المطاعم، هي سلطة البطاطس بالمايونيز، وطلع معانا تحفة وطعمها خطير جدا. كمان النهاردة عملنا بالرمان بما انه دلوقتي اوانه في السوق، عملنا بيه عصير الرمان بالكركديه خطير جدا جدا. عايز اقول لكم لو مش عايزين كمان تحطوه حبوب في الكوبايه فتقدروا تفرموا كل كميه الرمان وتصفوه وتحطوه على الكركديه ويبقى عصير عصير مشروب كده بدون حبيبات الرمان زي ما انتم حابين. دي كده كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون نالت اعجابكم، هستنى تعليقاتكم وهستنى كمان تطبيقاتكم ان شاء الله، واشوفكم كل يوم في برنامج العزومه، وكنت معاكم فاطمه بوحاتي، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.